الله الله على ما نتعلمه من علمائنا ومن هذه الفيوضات التي نحلق فيها تماما كالتحليق في فضاءات المعرفة، في هذا الرحاب والغوص في الأعماق لاكتشاف هذه اللآلئ والمحار، حينما تحاور العالم الجليل العالم الرباني الدكتور محمد مهنا. مولانا اسمح لي أود أرحب بفضيلتك. حقيقة حينما تأتي هذه الأفكار من وحي اللحظة التي نعيشها بين يديك في هذا الأمر، العلم، المعلومة، المسافة بينه وبين العلم، هذا المنهج العلمي، العلم بينه وبين المعرفة، هذا السلوك. إذن في الآية الكريمة التي تلوتها فضيلتك قبل الفاصل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذا الإطار كيف أفهم العلم وأين منتهى الحركة هنا، منتهى العقل؟ قف أيها العقل عند منتهاك. هل للعلم حدود والمعرفة ليس لها حدود إذا ما كانت سلوك، وهو الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى؟ ليس إلى الجهة ولكن إلى القرب بالمعنى. هو في الحقيقة الآية اللي سيادتك تفضلت بتلاوتها الآن، ولا تقف ما ليس لك به علم، تبين العلاقة بين المعلومات والعلم وبين العلم والحقيقة أو المعرفة. لأن أيضا المعرفة مقيدة بالعلم. صحيح أن العلم هو صورة ذهنية للحقيقة، وأنه من خلال السلوك أن تصل إلى حقيقة، ولكن هذه الحقيقة لا تعارض العلم، لا تعارض الصورة، الحقيقة لا تعارض الرسم. وإذا انتقلنا إلى مجال الدراسات الإسلامية يعني أو التصوف، الحقيقة لا تعارض الشريعة، الشريعة هي العلم، هي الصورة الذهنية، الأوامر والنواهي، الأحكام، والحقيقة هي المعرفة تحقيقا شهودا وعيانا، ولكن الحقيقة لا تخالف الشريعة. لأن الشريعة ربانية، فهذه الصورة الذهنية اللي الشريعة بتمثلها الشريعة هي في الحقيقة مطابقة للحقيقة، لا يمكن أن تكون مخالفة لها. يعني أن تفقها لابد وأن تتحقق معا. يعني كما قال مالك، من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. عشان كده قال لك إن السمع، ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تقطع بيقين فيما غاب عنك، لا تقطع بيقين فيما غاب عنك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت شفت الحقيقة وسمعت وشهدت، فالحقيقة أعظم من أن تقطع فيها بيقين. فلا تقطع بيقين فيما غاب عنك، إن السمع والبصر والفؤاد. عشان كده بقت الحقيقة دي مقيدة بالشريعة، والشريعة لا تضرب صفحا عن حقيقة، لأن لك عينان، عين على الشريعة وعين على الحقيقة، عين على الظاهر وعين على الباطن، عين على الأسباب وعين على مسبب الأسباب. فلا لشريعة أن تضرب صفحا عن حقيقة، ولا حقيقة تغفل عن شريعة. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، بحر الحقيقة وبحر الشريعة، الحقيقة بحر زاخر ليس له أول ولا آخر، يخفض ويرفع، يعز ويذل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما فيهاش أسباب، ولكن الشريعة بحر زاخر ولكن له أول وآخر. يسدل الستار ويسبل الحكمة والأحكام، ويقرر الأسباب والمسببات والعلل والمعللات، فلا بد من لماذا. فلا هذا يخالف هذا، ولا هذا يخالف